بقى نعمل ايه، خلينا نعمل ريليز، خلينا نعمل ريليز للكاميرات بتاعتنا. اهم حاجه خلي بالك الشيلات دي بتبقى مرتبطه ببعضها يا باشمهندس، لو ما مش مرتبطه ببعضها لما تيجي تعمل ستارت انيميشن هتلاقيها سايبه عن بعضها، فكده ايه كده تمام خلاص. نعمل ريليز بقى للكاميرات بتاعتنا، اختار كده الكاميرا دي كده. خلي بالك ما ينفعش نقول له ايه، ما ينفعش نقول له من الستارت والاند عشان ما نعملهاش سيمبل، لا هنقول له من الستارت بس، الساين فريم ريليز بارشال فيكسيشن، ونقول له ايه من الستارت بس. تمام ظبطها اهوت. وهنا تقول له ايه، تقول له من الاند بس، الساين فريم ريليز. خلي بالك بتقلب يعني، ممكن تقول له هنا من الاند تلاقيه عامل لك الاند الناحيه التانيه، فانت بتجرب. شايف هنا عاملها لك ازاي؟ لا احنا مش عايزينها كده. الساين فريم ريليز بارشال فيكسيشن، شيل ديت، قول له اوكي تمام يا هندسه. تيجي بقى على دولت ديت، كل ده سيمبل، كل ده سيمبل اهوت. علم لي عليه كده، تقول له ايه الساين فريم ريليز بارشال فيكسيشن من الستارت والاند، خلاص بالشكل ده خلاص يا باشمهندس. تمام عندنا بقى ديت برضو ايه، ديت وديت هناخدهم ستارت، تقول له اساين فريم ريليز بارشال فيكسيشن، وتقول له ايه، تقول له من الستارت بس. تمام خلي بالك احنا دي تقريبا ما كناش معلمين على التانية، مفيش مشكلة نعلمها تاني. خلينا نعمل ريليز لدول كده تاني، الساين فريم ريليز بارشال فيكسيشن من الستارت والاند كده تمام خلاص يا باشمهندس. تعلم بقى على ده وتقول له ايه، وتقول له من الاند، من ده وده، تقول له الساين فريم ريليز بارشال فيكسيشن، تقول له من الاند. خلي بالك موضوع الدي اكس اف اسهل من كده بكتير يعني، ولكن برضه عشان تبقى ايه، تبقى متعلم وفاهم. خلي بالك برضه في مشكله هتقابلنا دلوقتي اهوت، هقول فريم ريليز بارشال فيكسيشن من الستارت والاند، تقول له ايه كده. ايه هي المشكله يا باشمهندس؟ المشكله يا باشمهندس كده الكاميرا كده مش هتكون شايله حاجه، لازم التقاطع بتاع الشل يكون ايه، يكون لاقط على الكاميرا كده، الكاميرا مش هتشيل اي حاجه خلاص، الكاميرا ديت وكذلك الكاميرا دي. طب احنا حلينا المشكله هنا، احنا حلينا المشكله هنا خلاص، كده بقت الكاميرا شايله شل خلاص. ايه الحل، ايه الحل يا باشمهندس؟ حل زي ما عملنا هنا بالظبط، هتيجي كده يا باشمهندس، خلي بالك بقى من ايه، من المشاكل ديت. تيجي كده اتعلم على دول كده، وتعلم على دول كده، وتقول له ايه، تقول له edit 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 area divide area divide. تمام تمام كده، تمام كده حلينا المشكله ديت. يبقى انت كده خلصت اهوت يا باشمهندس. تمام الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس بقى نروح نعرف اللود، نقول له ديفاين لود باتر. تمام طبعا الديد لود ديت اللي هي الوزن الذاتي، نضيف نضيف نقول له ايه، نقول له لايف لود لايف. تمام وتقول له في الاذر او في اللايف مفيش مشكله، وتقول له ايه ات. تمام عندنا وولز، وتقول له هنا ايه اذر. تمام وبعد كده عندنا ايه فلور كفر. تمام وتقول له اوكي اوكي خلاص. خلينا نعرف بقى ايه احمال الكاميرات، ممكن تعلم على كله كده يا باشمهندس، وتقول له ايه الساين فريم لود ديستريبيوتد. تمام كنا حاطين حمل الكاميرا، تختار من هنا طبعا الول، وهنا طبعا محطوط الدايركشن جرافيتي على طول، تقول له ايه 0.61، كنا حاطط 0.61. تمام بالطن طبعا، لو جيت كده في 3 دي هتلاقيه حاططها لك اهوت يا باشمهندس. تمام اكس واي. عندنا هنا بقى ايه احمال السلالم بتاعتنا، تيجي هنا تعلم على الفريم ده، تعلم على الفريم ده، وتقول له ايه الساين فريم ديستريبيوتد، حط لي الول كنا حاطينه بكام تقريبا ب 3،
تقول له اد تو اكزيستنج رود، اهم حاجه نفس شغل السيف على فكره، احنا ما فيش اي اختلاف اهو. تمام، عايزين بقى نحط احمال البلاطات، تعلم عليه دي كده، تقول له اساين اريا لود يونيفورم شيل. تمام، وتيجي هنا هندسه تقول له ايه، تقول له لايف لود، حط لي اللايف لود بكام، ب 0.2. تمام، وبعدين علمني كده تاني اساين اريا لود شيل، هات لي كده يا باشمهندس في الاور كفر 0.2، علم لي كده على كل اساين فريم لود ديستريبيوتد، اسف اريا لود يونيفورم شيل، تقول له ايه وولز كنا حاطينه 0.25، تقول له اوكي. تمام يا هندسه كده، انت هل ناقص لك اي حاجه؟ لا، احنا كده خلصنا كل حاجه. ممكن نروح بقى نعمل اللوب كومباينيشن. لوب كومباينيشن، تمام، تقول له اد نيو كومبو، سميها له هنا ايه وركينج. تقول له الوركينج هنحط فيه ايه، هنحط فيه الديب لود، وهنحط فيه الفلور كفر، نحط فيه كل الاحمال بتاعتنا والول. تمام، بعد كده تروح تعرف ايه التيمت، هعرفه انا بسرعه بقى. خلاص يا باشمهندس، كده احنا خلصنا اهوت. يا باشمهندسين، قلنا برنامج الساب مش بيعمل، يا باشمهندسين مش بيصمم ومش بيعمل لونج تيرم ديفليكشن. فاحنا كنا بنحل الموضوع ده زمان ازاي؟ كنا بنروح نتشيك على الشورت تيرم ديفليكشن ونضربه في فاكتور. الفاكتور ده بيبقى من 2.5 ل 3. الفاكتور ده بيعمل لي ايه؟ الفاكتور ده هو الفارق ما بين الشورت تيرم ديفليكشن واللونج تيرم ديفليكشن، ودي حاجه امبيريكال. يعني لو انت حسبت اللونج تيرم ديفليكشن والشورت تيرم ديفليكشن وجيت تشوف الفرق ما بينهم، تمام، هتلاقي الفرق تقريبا ايه 3 اضعاف. خلاص، طيب في حل تاني، يعني في حل تاني انك هنا تعرف حاله تحميل تضيف فيها ايه، تضيف فيها الدلتا، دلتا ديد لود زائد دلتا لايف لود زائد دلتا كريب. وقلنا دلتا كريب كانت تساوي الفا في الديد لود، يعني فاكتور في الديد لود، وانت عندك الديد لود. تمام، والفاكتور ده كنا بنقول ايه، ايبسلون على 1 زائد 50 ميو داش. فتقدر بقى تعوض بالقانون ده ونعمله. ده مش هياخد في الاعتبار الكراك الخرسانه، فكنا مثلا ممكن نعمل ايه، كنا ممكن نعمل موديل تاني او نسيف از ونعمل ايه، يعني لو كومبانيشن لللونج تيرم ديفليكشن. تمام، ولكن احنا هنا في الموديل بتاعنا ده، في الحاله بتاعتنا ده، احنا واخدين الكراك، فممكن نعملها عادي. فهنقول هنا يا باشمهندس، هنقول ايه، هنسمي ديت لونج تيرم. تمام، وهنضيف فيها ايه، هنضيف فيها خلينا نشوف القانون بتاعنا كان بيقول لك ايه، هندسه سواء كود مصر او امريكي واحد. كنا بنقول ايه، كنا بنقول دلتا ديد لود زائد دلتا لايف لود زائد دلتا كري. تمام، يبقى في الاخر هيكون ايه، هناخد الدلتا الديد لود، طبعا الدلتا كريب ده اللي هو ايه الفا في الديد لود، فهناخد الديد لود عامل مشترك، فهيكون عندنا ايه، 1 ديد لود زائد رقم في الديد لود. طب الرقم ده يساوي ايه، خلينا نحسبه. كنا بنقول ايه يا باشمهندس، كنا بنقول الرقم ده اللي هو الفا كان يساوي ايبسلون، ايبسلون ده المعامل اللي بيعتمد على الزمن. تمام، وقلنا هنا مثلا لو انت اقصى حاجه ليه للابسلون هو 2، تمام، بعد 5 سنين، وطبعا اللونج تيرم ديفليكشن مش اقل من كده يعني. فهتقول 2 على 1 زائد 50 في ميو داش او رو داش اللي هو ايه، اريا ستيل داش على اريا كونكريت. تمام، طيب فرضا يا باشمهندس انت عايز تحسبه، انت بتفرض شبكه. تمام، طب انت مش عارف مبدئيا، هنا بيقول لك الاريا ستيل داش ده اللي هو ايه يا باشمهندس، اللي هو الشبكه العلويه، انت بتفرضها مبدئيا. فهتقول ايه، هتقول الاريا ستيل داش ده مثلا اللي هو بيبقى كام يا هندسه. فرضا مثلا احنا فرضنا شبكه 5 فاي ايه، 5 فاي 12 علوي و5 فاي 12. تمام، وليكن انت مثلا في ناس بتاخده مينيمم، تاخد الاريا ستيل داش منها ولا مثلا وليكن 5 فاي 10 ولا حاجه. تمام، انا مثلا وليكن هاخده 5 فاي ايه 12، فتقول 5 في فاي 12 اللي هو 1 1 3، الاريا بتاعت فاي 12 على البي اللي هو تاخد بي اللي هو عرض الشريحه 1000. تمام، في الدي الدي الدبس عندك 30 ناقص 2 كفر يعني 28. تمام، يعني 280 تقول له يساوي، تمام، طلع 1.8، وفي العادي بيبقى كده يا هندسه 1.8.
تمام. يبقى ايه يا باشمهندس؟ يبقى الالفا طلع ب 1.8 تمام. يبقى 1.8 دي لود، خلينا نكتبها كده عشان تبقى فاهم. واحد وثمانية ديد لود، ده اللي هو بتاع الكريب، زائد دلتا ديد لود اللي هو ايه، زائد ايه، زائد اللايف لود. يبقى كله ايه، هيكون ايه، 2.8 ديد لود زائد ايه، زائد اللايف لود تمام. ولكن خلي بالك ان انت لازم تاخد في الاعتبار الكراك بتاع الخرسانه تمام. فطبعا احنا في البلاطات كنا ضاربينها ايه، كنا ضاربينها في 0.25، فخلاص انت كده واخد ايه، تأثير الكراك. خلاص يا باشمهندس، فتيجي هنا تقول له لونج تيرم تمام، هنضيف هنا 2.8 ديد لود تمام، وهنقول له اللايف لود اد، يبقى كده ايه، اللايف لود بواحد، اسف، اللايف لود بواحد، تقول له موديفاي وتقول له ايه اوكي، يبقى دي حاله اللونج تيرم ريفليكشن. خلاص انت كده خلصت يا باشمهندس، تقدر بقى تقول له ايه، تقدر تقول له ران تمام. قبل ما تقول له ران تروح تسيفه، روح سيف بقى، بعد كده تقول له ران. انا سيفت كده، خلص ران اهوت يا باشمهندس. اهم حاجه واول حاجه لازم تعملها، تعمل ستارت انيميشن عشان تشوف الموديل بتاعك مظبوط ولا لا. فتيجي كده يا هندسه في ال 3 دي تقول له بقى ايه، ستارت انيميشن كده، كل حاجه مظبوطه اهوت. طبعا يا باشمهندس الستارت انيميشن مهم، مثلا مشكله زي بتاعت الشلات اللي كانت هتقابلنا ديت، لو كانت موجوده كنت هتلاقي البلاطه دي منفصله عندي، انما هنا مفيش اي مشاكل اهو. شايف في هنا مشكله اهوت يا باشمهندس، ايه هي؟ شايف العمود ده مش لاقط يا باشمهندسين، هنا البلاطه مش لاقطاه. الحل ايه؟ تيجي كده يا باشمهندس وتيجي تقول له هنا اكس وواي. طيب ليه يا باشمهندس؟ شايف العمود موجود فين؟ العمود يا باشمهندس لازم يكون لاقط مع الشل تمام. طيب ممكن تقوم جاي معلم على ده وعلى ده، تقول له اساين فريم لود، اسف، ممكن نرسم الاول، ارسم يا باشمهندس السبورت هنا وهنا مثلا، هل هيفرق ده في حاجه؟ نقول له لا، اساين جوينت ريسترين هنج تمام، وبعد كده شيل لي دول بقى، اساين جوينت ريسترين، شيل الكلام ده. طبعا يا باشمهندس لما تبقى عامل الدي اكس اف طبعا انت بتلاشي الكلام ده كله تمام. طيب بالنسبه لده يا باشمهندس لازم يكون مع الشل، لا ده مش فارق، اهم حاجه ده يكون شايل الكاميرا وخلاص، خلاص كده كده ايه، الشل متشال على الكاميرا تمام. اما هناك منها فلات سلاب. طب كويس يا باشمهندس اللي بيقابلنا المشاكل دي عشان نعرف نحلها وما نكررهاش تاني. خلاص طبعا انت بتعمل الدي اكس اف انت بتركز بقى على الحاجات دي، بتبقى شايفها قدام عينك، ف يعني الدي اكس اف حاجه كويسه جدا هنا. تقول له بقى ران، وديت برضو اهميه الديفورمي تشيف اللي احنا عملناها،